السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا مزيان وانتم كتشاهدوا الفيديو. كيف ما شفتوا معنا اليوم رحنا في الدار، ضربناها بواحد الشيقه حيت كانت الدار مرونه بزاف. مع راكم عارفين التوجد ديال السلو داكشي راه ماشي ساهل، ومع خوتي امين وادم راهم عندنا تبارك الله عليهم شويه ديال الروينه. نضنا انا ولبنى تعاوننا سيقنا الدار، جرينا الطبالي، ودابا غادي نوجدوا ان شاء الله سلو وغادي نوريكم الطريقه واي حاجه، وغادي نشارك معكم شنو غادي نديروا في النهار ديالنا. دابا كنتسناو غير بابا على ما يجي ونحضروه معكم. ماشي معانا دابا سالينا الشغال، جينا باش نصوبو معاكم كسكسو انا ولبنى. شنو هو كسكسو؟ لا هو الرفيسه بالي معاك كسكسو مسكينه كيعجبني بزاف. لا حوجك غادي نصوبو. لا باينه لبنى ما صوبتيناش هاد الجمعه واثر عليها، مشات كلاتو في الريستوره وقالت لما ما درناش. قلت لها بعدا لو كان غير كسبينا حتى الريستوره درنا بعدا غير صحاب لهم الناس، درنا غير ما تيشاو البيض. لا درنا مفور، انا ما عنديش سبحان الله واحد العام داروه. المهم مابقاش عندي مع مفور بزاف وبقات فيا داك الشبته ديال الكسكسو، ولكن ان شاء الله دابا كل جمعه غادي نبقاو نديرو كسكسو. نديرو زاهر الله يستر، واخد داك شناع انه صعيب. المهم غنديرو دابا. انا بعدا واحد الحاجه بعدا قبل ما تبداي، تبارك الله عليكم جمعكم البلدي كيحمق. ولا لا لبنى خدات ستيل ديالها. هاي 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 لا لا فهادي جابتها فيك لبنى. عبد الله سي عبد الله لا فهادي لبنى جابتها فيك مزوق من برا تبارك الله. هي هادي انت بقات عليك. شوف رجلي كيبردوا بزاف دابا تقاتل غلط باش. لا اصلا كاين البرد. لا البرد بزاف. لا لا يسرى تبتي معنا وزقي معنا، راه غتصوبوا لنا سلو صفوف. شوفوا حنا موجدين كلشي دابا، بقى لنا غير التخلاط. عرفتوا لو بنا مسكينه الله يكون لها في العوان، ثلاث ايام كتبقى في الزنزله ثلاث ايام شد واحد الصينيه. لا لا مش لو كان شديتها ديريكت ضروري خصك ديري الشغل بالدار وترجعي تنقي شويه عاوتاني تمشي ديري الشغل بالدار وتنقي. صح. المهم اول مره غادي دابا هادشي دابا هذا الطحين اللي حرقنا داك النهار راه تكون جاتنا هنايا شي 2 كيلو حتى 3 كيلو هنايا ديال الطحين. تبارك الله عليك، راه خضر اللون الذهبي وغربلناه مزيان. هانتوما راه يدينا غاسلين داكشي شكون تحطوهم هكا. وشنو المكونات الاخرى؟ صافي غادي نديرو ديريكت وانا نقول المقادير. انا نقول لكم هذا الزنجلان مطحون من بعد ما 3 ايام وتتنقي من طبيعه الحال. هذا الزنجلان غير محمر حتى هذا محمر محمر ولكن ما مطحونش. هذه المسكه الحره مع السكر كلاصي طحنتها، القرفه، النافع، الكوزه، قبيسه الملحه، والقرقع. القرقع اختياري انا، داك الحبات كانوا عندي قلت نزيدهم. طبعا السكر كلاصي، الزيت اللي قلينا فيه اللوز واللوز مقلي كنسلقوه ونحيدوا له القشره ونقليوه. ما نعاودلكمش على هذا ساعات كما قالوا، وانا كنفركت ضربوني صبعات. ليكم في علمكم راه كان الطبسيل تل هنا، المهم الجواد راه داروا به. ايوا بصحتهم اللي كلا شي حاجه بصحتهم. الجواد الكبيره صافي. دابا شو المرحله اللي صعيبه دازت، ديك التنقيه وديك التحمار وديك الشيء الطحين داز. اما دابا المرحله اسهل مرحله هي هذه، هذا الزنجلان مطحون بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. غادي باش تجينا العمليه سهله وتكون عمليه زوينه زوينه
المهم العناصر غندير جوج معلقات نتاع النافع، حيت عندي هنايا جوج كيلو حتى ثلاثة كيلو، غادي ندير معلقة ديال النافع عامرة، نزيد معلقة وشوية. عندنا قبيسة الملحة، قبيسة الملحة هي اللي كتوازن داك الحلاوة. هذه مسكة حرة طحنتها مع السكر كلاصي، درت لها سكر كلاصي بزاف. القرفة غندير حتى جوج معالق، وشوية. والجوزة درت جوزة قل ربع، حيت الجوزة مجهدة كدوخ، كدوخ هي الجوزة صافي. وغادي نزيد هاد الزنجلان. دابا باش نقول لكم العبار ديال الزنجلان، صبر نقول لكم شي كيلو ونص، كيلو ونص قسمتهم، ديك كيلو ونص قسمتو على جوج. ها شتي ديك الزنجلان هو اللي كيفك ديك العقادي. ليكون في علمكم عرفتوا فاش فاش سالينا الشغل راه طلعنا ضربنا بواحد العصا راه بزاف باش نوض. خلي مزال غير الضوء. من التحت حاولي تخلطي كاع العناصر اللي تخلطها. زيد مزيان؟ ها مزيان. أول مرة تخلطي يسرا؟ سلو أول مرة ان شاء الله ماشي اخر مره. ان شاء الله تعب جايه ديري هنا انت بوحدي. اه صافي ساهل باينين ما يقول شي. غتجلسي واحد 3 ايام في الزنجبان كطبخي ناري. عرفتي طلع لي فراسي ديك المنظر في المقله شفت السيده دايره كنلقاها ديك الصينيه دايره كتمخي في الزنجبان. صراحه فيه تمره ما تشوفوش هكا كنخلطو حداكم ولا صافي راه فيه تمارة بزاف. قالتها له بنا قالت لك هذه المرحلة اللي صافي أسهل حاجة تمارة دازت. دابا صافي غادي نحضروه وغادي نديرو شي براد ديال أتاي بالإقامة إن شاء الله إن شاء الله بحول وناكلوه إن شاء الله إن شاء الله. ماشي كامل المهم غنحطو واحد الغطية إن شاء الله. بالنسبة للشباك يا سي محمد غنقولو له شنو كاين حيت الناس راه كتسنى شباكية. تفضلي. بالنسبه للشباكيه انا وجدت العسل ووجدت كلشي المسائل، ولكن جاتني واحد المفاجاه ان شاء الله يا ربي تكمل. واحد السيده راكم كتعرفوها ما نحرقلهاش المفاجاه، قالت لي بلا ما دير الشباكيه راه غادي نديرها لك كادو. وانا قلت لها يا فرحتي الله يهينا. والله جزاها بخير شكرا لك. الله يجازيهم بخير وان شاء الله دابا تشوفوا حتى وقتها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يعني تهنينا ديك هاد اليومين تصفر تهنينا سبحان الله. ربي ربي ما كيخيبنيش فين ما كنحط يدي كيتصدق لي مع جانا الصفر وكنهزي لهم كيفاش غنكملوا هادشي في ساعه وهداك. وربي بحال اللي جاب لي ديك السيده بحال ملاك. قالت لي غير بلا ما ديري الشباكيه كنا حنا كنصاوبوا الشباكيه. ايوا الحمد لله هذا من فضل ربي. كنضرب شوشه. حاولي تخلطي كلشي من داكشي جبدي من القاع الخبيه. دابا داك العسيله غادي نخليوها حتى نديرو بريوات بالكاوكاو ولا بس بريوات بالكاوكاو. انا بغيتهم ها مع السلامه بالكاوكاو. ها اللوز هو في هذا النوع المهم غيجي واعرين ان شاء الله. نخب لك واقيلا هكا احسن. دابا غنديرو السكر كلاصي. زيدي شنو نتا هو نخلطو هكا خليه من فوق نفس الطريقة. حاولي تخلطي. ادم جا وقتك وقيل هذا غينعس فوق الكرسي غيبيت بحال شي فروج. ادم شحال الساعة دابا؟ 9 باقية. لا فايتك انا باقية شحال؟ انا صوب لولدي اتاي نوض نوض ادم تما غيبغينا ناكلو ما ناكلوش الزيت فهمتي غيدير حبيبه البيس